وسن الإذاع ينطلق أحد الأشواط وهو الشوط الحادي عشر ليحمل لنا الجعدان المحليات إلى صايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ في مسافة الستة كيلومترات لننطلق مع مقدمة الشوط والمراكز الأولى يقود المشاركين ولننطلق مع المركز الأول مهيض يقود المشاركين مهيض ينطلق بالمركز الأول لسعادة الشيخ سعود بن حمد بن عبد العزيز الثاني ويضمر حسين بن محمد بن سفران. مرحبا يا أبو فهد بهذه المشاركة الفعالة والجميلة نقلتنا على المركز الثاني وبهذا الحضور المركز الثاني ثاني المراكز هملول يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر أحمد بن سلطان بن رشيد في المركز الثاني بينما المركز الثالث مشكور مشاهدينا الأعزاء على المركز الثالث من هجن الرياسة يضمر مشكور مشاهدينا الأعزاء مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي بينما المركز الرابع يتدخل من الجانب الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن شينان المري وهو شاهين. المركز الخامس يتدخل على خامس المراكز شرين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير بينما ياتي في المركز السادس في هذه اللحظات سادس المراكز ياتي بديع لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد النهيان نايم بن علي القيلاني في تضميره. والمركز السابع وصلنا بنداء المركز السابع ياتي الترس في المركز السابع تعود ملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الانهيان يمع بن عتيج الرميثي ضمره. والمركز الثامن في هذه اللحظات شاهين تعود ملكية لسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيف بن محمد الانهيان والصادق فضل الامين يتولى عملية تضميره على المركز التاسع وعلى المركز الثامن. اما المركز التاسع كذلك عالي تعود ملكية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين كذلك في التضمير. والمركز العاشر شاهين لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق. ندانا الأول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام للعشر المراكز في ميدان الوثبة في هذه الانطلاقات في اليوم الخامس على التوالي ضمن هذا المهرجان الختامي الكبير في عاصمة الميادين. هذه الانطلاقة وهذه التحديات في هذه الأجواء الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان. ونعود إلى المراكز الأولى نعود إلى المركز الأول هذا مهيض يسيطر على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سعود بن حمد الثاني يضمره حسين بن محمد يضمر حسين بن محمد بن سفران هو اللي يتولى عملية التضمير بينما المركز الثاني يتقدم شاهين في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمر عبيد بن شينان المري هو الذي ينطلق على المركز الثاني وغير إلى المقدمة. تقدم هناك مشكور من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي هناك يصل في هذه اللحظات الترش يصل في هذه اللحظة ينطلق ويتقدم الترش تعود ملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيج الرميثي يتولى عملية تضمير الترش في هذه اللحظات بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات شرين من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هناك مهيض لا زال في قمة التنافس لسعادة الشيخ
الشيخ سعود بن حمد الثاني، يضم رحسين بن محمد بن سفران المركز السادس. في هذه اللحظة وصل بديع، تحرك بديع لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، نايم بن علي الغيلاني يتولى عملية تضميره. تقدم في هذه اللحظات شاهين، شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، هناك يتقدم في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحمد بن سهيل بن هيان العامري يتولى عملية التضمير والوصول في هذه اللحظة. مشاهدي الأعزاء، من هملول، من هملول من هجن الشيحانية محمد بن خالد العطية يتولى عملية التضمير. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مرة ثانية مع انحنى الميدان، مع انحنى الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين، واتجاهنا بعد ذلك مباشرة إلى المقدمة، والترش هناك، الترش غير إلى مقدمة الشوط، وقادم شرين، شرين والترش في صراع قوي، في صراع مشاهدينا متابعينا الكرام. شوف الأسماء، شوف اسم الترش ما شاء الله، واسم شرين، الله الله، متقاربات مشاهدينا الأعزاء، هذا ترش وهذا شرين، يا سلام يا سلام، ينطلق مع هذا الاندفاع، يا سلام. شرين على المركز الأول من هجن العاصفة، حمد بن راشد الواثق يقود في التضمير، بينما الترش في المركز الثاني، الترش على ثاني المراكز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يمع بن عتيج الرميثي يتولى عملية تضميره، بينما المركز الثالث وصل مشكور، تحرك سلالة مشكور، سلالة مشكور العريقة والجميلة والرائعة، السلالة الشاهينية بالشعار الأحمر كذلك تصل مع المتميز دائما وأبدا، مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، والتنافس لا زال، لا زال ما بين شرين وما بين مشكور، مشكور وشرين، مشكور وشرين، والأمتار الأخيرة. والمركز الثالث، الثالث الترش، الترش تعود ملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مع يمع بن عتيج الرميثي، ولكن مشكور والسلالة الشاهينية، السلالة العريقة، سلالة مشكور، سلالة شاهين، الأداء الجميل، الأحمر مشاهدينا الأعزاء، الشعار الأحمر الذي ينطلق بالإنجازات، الذي ينطلق بالتحديات الجميلة، كذلك المميز الحاضر، المميز دائما بتضميره، المميز بتحدياته، المميز بكل ما هو جميل في عالم الأصايل، يا سلام، هذا هو مسيطر مشكور، مشكور على المركز الأول، ينفرد بالمركز الأول، ينطلق بالمقدمة في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل. تهانينا لهجن الرياسة على فوز مشكور ولحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز في هذا الشوط والناموس بالأداء الجميل، كذلك التهنية موصولة لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز الثاني وصل في شرين من هجن العاصفة، والمركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث هملول لسمو الشيخ، لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصول هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس، المركز الخامس اللي واصل هملول من هجن الشيحانية. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات أشواطنا، وهكذا التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان، تتواصل الانطلاقات، ونعود مشاهدينا الأعزاء بالأثار في ميدان الوثبة والحماس. هذا مشكور على شاشة التلفزيون، وتوقيته الزمني 9:14، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، كذلك التهنية موصولة لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز وهذا الانطلاق. شرين وصل في المركز الثاني، قطع المسافة 9:16 وجزء واحد من الثانية من هجن العاصفة في قيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، تهانينا والناموس، بينما هملول وصل في المركز الثالث، قطع المسافة هملول في 9:19 بالوفاء والتمام، تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، التهنية لمحفوظ بن